اليوم الثلاثاء 24 أبريل نيسان، نواصل معكم ونبدأ حلقة برنامج على الموعد وجولة جديدة على مدى ساعة ونصف من الوقت نقضيها معا، وفيها نتابع محاور كثيرة اجتماعية نفسية رياضية فنية وتكنولوجية وأيضا أهم أخبار العالم. وسيرافقنا في فقرة الصحة خبيرة التجميل الدكتورة زينة بواب للحديث عن تقنيات التجميل، وسنتعرف على هواية باركور، وأيضا هناك أهم أخبار عالم الرياضة ووقفة مع سيارة الأسبوع. كالعادة كمان رح يكون معنا موضوع اجتماعي، واليوم عنوان الموضوع هو الرجل الرومانسي. قد الرومانسية صارت فعلا مهمة بحياتنا بعد ساعات وأيام طويلة من العمل، بالإضافة لسيارة الأسبوع من عالم الهيونداي وأكيد الأجندة اليومية اللي بننطرها. كل هالأمور خليكم معنا رح نتابعها بحلقتنا. خير، اهلا وسهلا فيكم في هذا الموعد الجديد من على الموعد. اهلا وسهلا بجعفر بيروني. مساء الخير. قبل شوي حسيت حالي بالماتش، هلا في ماتش كثير مهم رح نحكي عنه. فيك تروحي اذا بدك، اذا هل قد بقينك احنا طلعنا على الهواء. عندك وقت اوكي، لانه اذا شوي متضايق انه على الهواء روني يعني. عشان مساء الخير، انا قلت لا بلش الماتش. روني انا منيح تمام الحمد لله، ماشي الحال. جعفر كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم ثلاثة عن جد قطع الاسبوع كثير بسرعه، وهون نشكر كل يمكن فريق العمل وكل الاشخاص اللي عم يتابعونا، لانه هيدي شغله حلوه انه بتحس انه الايام عم تقطع، لو انه ثقيله يمكن لكثير من الناس، بس انه بتحس انه فعلا هيك عم تتقدم شوي، عم تتطوري والايام عم تقطع بسرعه. يعني انت مبسوطه بايامك؟ فان شاء الله يكونوا كلهم مبسوطين. الحلو لما يكون الايام بتمر بسرعه، يعني احنا مبسوطين. بس يعني العمر عم بيمر، وخبرنا اليوم رأ والخبر الاول عن اكبر معمر في العالم اللي يحتفل فيها الشهر، يعني يوم 19 من شهر افريل بعيد ميلاده ال 115. يخز العين وما شاء الله والعمر كله يا رب. قد صحيفه يابانيه افادت ان المعمر الياباني جيرويومو كيومارا اكبر معمر في العالم احتفل بعيد ميلاده كما قلت 115 في منزله، وهو يمضي كل أيام السنة في منزله، يعني في مدينة كيوتانجو بغرب اليابان، لكن يمضي الوقت في سريره هالأيام خاصة، لكنه يتناول 3 وجبات في اليوم مع أسرته، يعني مواظب على مأدبة الغذاء والعشاء والإفطار مع العائلة. وهو عمل خلال حياته، يعني هو مولود في 19 نيسان 1897 وعمل كل حياته في مكتب بريد محلي لمدة 38 سنة، إثرها بعد التقاعد يعني عمل بالحقل الزراعي، يعني بالعمل الزراعي، واستمر فيه حتى بلوغه عمر 90. احنا أحيانا في 60 نقول لا خلص لازم التقاعد، وهيك هو بعد ما خلص مع ساعي البريد صار بعمل آخر زراعي اللي بده قوة أكثر وتعب طبعاً. يعني وهذا يمكن اللي خلاه عمر أكثر، يعني خلص يمكن سر العمل هو السر في سر 90، يعني خلص. وعنده 7 أبناء ما شاء الله، 5 منهم ما زالوا على قيد الحياة، و14 حفيد، و25 من أحفاد الأحفاد، و13 من ذرية الأحفاد ما شاء الله. بس أنا بحس لحد عاش 115 سنة فقط 7 أولاد قليل، فيمكن حكمة أيضا أنه ما نكتر كتير ما بعرف. بس يمكن مثل ما أنت ذكرت، يمكن لفت انتباهي حياته بعد التقاعد في العمل الزراعي، أكيد يأكل فريش والأكل فريش والهواء فريش طبعاً، وسوشي وهيك، والأكل بعدين اللي الياباني يعتمد صحيح. على الخضروات والفواكه، فيمكن هذا يمكن من الأسرار طول العمر. طبعاً العمر بيد الله، طبعاً بالعمر يعني بتطويل الأعمار، وحتى اليوم كل الأمور التكنولوجية والطبية والنفسية والدراسات عم بتقول إنه كرمال كل الناس تزيد حياتها أكثر أو تطول حياتها أكثر. بس هذه شغلة كتير مهمة. أنا بعرف عن لبنان مثلاً، كل اللي قديم بالجبال بعيشوا أكثر من القديم بالمدينة لعدة أسباب، أبرزها مثل ما قال جعفر يعني موضوع الأكل والتكنولوجيا أيضاً، يعني لها كلنا على الجبل بنعيش أكثر. يلا. يعني أكيد التكنولوجيا لها بعض المشاكل أو الآفات اللي تأثر على صحة الإنسان. خبرنا ليس بعيد عن التكنولوجيا، وبلدة إيطالية خالية من الهواتف النقالة، حيث ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بلدية إيطالية
أطلقت مبادرة تقضي بمنع استعمال الهاتف النقال في بعض المناطق والمحال والفنادق التي ترغب بذلك، على غرار المناطق والمحال التي تمنع التدخين فيها. لافتة أن المبادرة أطلقتها بلدية أوديني شمال إيطاليا وسمتها سيلفري، أي بلا خلوي، وانضم إليها حتى الآن 16 موقع في جميع أنحاء المدينة من حانات ومطاعم وفنادق، حيث سيتم الاحتفاظ بالهاتف الذكي مغلقاً أو في وضع سايلنت أو الصامت طيلة التواجد داخل هذه الأماكن. ونقلت وسائل الإعلام عن عمدة المدينة فوريو هونسيل قوله إنه اضطر للتدخل أكثر من مرة في اجتماعات البلدية بسبب استخدام الهاتف النقال أثناءها، سواء للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو لإرسال الرسائل النصية القصيرة، حتى جاء الاقتراح من أحد مستشاري البلدية بإنشاء مناطق من دون هواتف. أنا نظراً لأني عشت بإيطاليا سنين، يعني بعرف قديه بإيطاليا التليفون شيء ضروري، وحتى لما ما كان في الموبايل كان الإيطاليين هم السابقين، صار عندهم كلهم موبايلات. فبتذكر مرة كنا بالسينما وكان معي صديقتي وجلستني، كنا في قاعة السينما وهي على طول على التليفون عم تحكي، يعني أنا خجلت إنه خلاص بكفي، يعني ناس تضايق. فعلاً لما طلعنا من القاعة إجا لعندها ناس، أنا فكرت حيقولوا لها شو عملتي بالفيلم هالقد تليفون، فدغري سؤالهم دخلك شو البطارية بتستعمليها تليفونك، يعني على خطر تليفون غير احنا، انه هن ايه شيء مصيري. هو شعب يحب الكلام كثير، بيحب يحكي وايديه تتحرك. يلا عندنا نحن نعتبر حالنا احنا اكثر ناس بنحكي، يعني بعد الطليان بعد كثر كلامه وقل فعله. يلا انا رح احكي شوي عن الكلام، ولكن هالمره عن الغزل، لانه اليوم غزله النساء بتعود عند الرجال او بترجع لشعور الرجال اثناء عملهم بالملل، لانه اثبتت دراسه علميه جديده اجراها مجموعه من علماء النفس بجامعه بريطانيه أن الرجال بميلوا لمغازلة صديقاتهم بالعمل بسبب شعورهم بالملل الشديد من مهام وظيفتهم، بالإضافة لافتقارهم إلى الحس العاطفي. وأظهرت الدراسة يلي أجريت على 200 شخص أن الرجال يلي بيعشقوا مغازلة النساء هم أقل رضا عن وظائفهم، وهم أقل أيضا شعورا بالملل، أو أكثر شعورا عفوا بالملل، خاصة بأوقات العمل. فالحقيقة هي أن المغازلة ما بتدل أبدا على الشغف وعلى السلوك العاطفي عم نحكي بالعمل، بل هي أكثر تعبيرا، يعني هي بتعبر أكثر خلال العمل على الضجر. هون أكدوا الباحثين، هي شغلة كثير مهمة كمان، أنه الرجال يلي بقوموا بمغازلة صديقاتهم بالعمل هم أقل فهم للذكاء العاطفي، يعني كمان منا خطة أبدا منيحة، يعني هي لازم كلنا ننتبه لها، وأقل أيضا إحساسا بمشاعر الآخرين، وما حتى ما بيقدروا يسيطروا على مشاعرهم، مشان هيك بيقوموا بهذا الكلام كله. ولفتوا أنه كل النساء وقت يقوموا النساء بمغازلة الرجال هن مرتاحين أكثر من الرجال بشغلهم، يعني وقت تقوم الإمرأة والسيدة والفتاة بمغازلة صديقة الرجل فهذا الشيء بدل أنه هي مرتاحة بشغلها، بينما إذا الرجل تغزل بالفتاة بشغله عم نحكي بالعمل، هذا الشيء بدل على الضجر وما بدل أبدا على الذكاء العاطفي. أنا تذكرت قصة الغزل أكثر شيء بالبيت، لما بصير بتغزلوا فيها بناتي بعرف إن هن عندهم واجبات بالمدرسة وبدهم يلهوني، فبيصيروا يا الله شعراتك شو حلوين ماما، يا الله ما أدري شو، أنا بعد روح على درسك هيك، إنه كله زهقانين بالشغل هالجيل. رح نحكي الآن عن البوب ستار رامي عياش. رامي عياش اللي احتفل في هالأيام في مصر في بورتو سخنة بحفلة شم النسيم، أين كان هناك في هالمنتجع المكان غص بالجمهور القادم من كل المدن المصرية للقاء نجمه المحبوب جدا رامي عياش، وحصل تدافع بين الجمهور منذ ساعات الظهر لحجز أماكنهم في الصفوف الأمامية، وحصل هرج ومرج حين أطل رامي عياش عند حوالي الساعة 10 مساء، وتدخل الأمن لتنظيم حركات تهافت الجمهور الجنونية من أجل اعتلاء المسرح والتقاط الصور التذكارية مع رامي. وقد تميز الحفل بديكور المسرح المميز جدا وبالتنظيم المحترف، ولعل عيد شم النسيم كان مميزا جدا هذا العام مع البوب ستار رامي عياش الذي أشعل سماء بورتو سخنة بأجواء فنية حماسية استثنائية، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير جدا، فتحول إلى كورال ثاني يغني
تغني مع رامي وارقص معه. منا جديدة على رامي عياش، يعني قبل انا شفت له بعض التقارير اللي علاقة بزيارته للمغرب، وكان عم بافتتاح مول كبير من المغرب. صراحة بتستغرب، يعني مش بتستغرب بتنبسط، يعني حتى كمان انه في فنان هالقد عنده جمهور وجمهور وفي. يعني اليوم بتلاقي فنانين او بتلاقي ناس بحبوا فنانينهم المحبوبين، ولكن تيروحوا وينطروهم وتيكون بس بزيارة وبصور تذكارية. يعني اكيد نحن منهنيه على كل الاعمال، وعم بقدم فعلا اعمال رائعة. وبنحييه ايضا من شاشه دي ام تي في. ومن اخبار العالم الى موضوعنا الاجتماعي لليوم، وهو عن الرجل الرومانسي. كيف ينظر المجتمع اليه، والى اي درجه اصبحت الرومانسيه ضروره من الضروريات في هالحياه، خاصه امام ما يواجه الرجل من صعوبات وضغوطات ساهمت بشكل او باخر بوضع جدار امام الكثير من احلام الرومانسيين. ولا شك ان الحلم يخفف علينا التعب ويجعل من الحياه أجمل. خلينا نشوف معا استطلاع الرأي ونعود لنناقش هذه القضية في على الموعد. بدون الرومانسية الحياة صعبة. من حين لآخر يعمل مفاجأة بشكل ظريف، ما تبقاش كل المتطلبات مادية. حسب الرجل، في رجال هو طبعه رومانسي، وفي رجال ما عندهم الكلمة بالقاموس أبدا. الرومانسية من أجمل إشي في الحياة، من أجمل المصطلحات في الدنيا صراحة. أنا بؤمن بالرومانسية بشكل كبير، وبشكر الله أني عندي زوجي رومانسية كثير. أحترمه للرومانسي. لا والله أنا مش رومانسي، أنا رومانسي بطبعي. والله أنا بالنسبة لي رومانسي. الرومانسية حاجة جميلة، شعور حلو. ويشتري لها كيك ويحط لها عليها شمعة ويقول لها هابي بيرثداي وهابي انيفرسر، هذا كله هبل بهبل. الرومانسي يعني يفهم مشاعر المرأة. والله ما عندي فكرة لسه أنا عزام. أنا شخصيا أحب الرجل الرومانسي. هو مفهوم الرومانسية مختلف عند من إنسان للتاني. ما فيش حد الرومانسية ما فلهاش أساس، هو كل واحد بيترجمها على حسب هواه. ما لهاش لازمة يعني. إن الرجل الشرقي في الأغلب لعادات اجتماعية معينة اقتنع في زمانه ان ظهر الرومانسيه ده نوع من الضعف. كنا نسمع عن حكايات حب مثل قيس وليلى وجميل بثينة التي تفوقت على حكايا الغرب، لا سيما حكايه روميو وجولييت. اليوم باتت هذه الحكايات نادره وتكاد حتى لا نسمعها. ربما الغرق في الحياة المادية والاستهلاك أبعدتنا عن العاطفة الحقيقية وعن الرومانسية. إذن نحن كثير من النساء يشكون بانعدام الرومانسية عند الرجل، فإلى أي درجة هذه الحقيقة تلامس الواقع؟ حول الرجل الرومانسي وعالم الحلم وضرورته في تلوين حياتنا التي تحولت إلى أشبه بلون واحد، يعني نلتقي اليوم بالأخصائي الاجتماعي الأستاذ رامي الكلاوي. فأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله عم بنطق الاسم العائلة صح وشكلي لا. كلاوي كلاوي الكلاوي. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ الله تمام. من هو الرجل الرومانسي حسب رأيك؟ أولا في هل توجد هذا مش سؤال يعني مثلا شو يعني؟ ما حبيت جعفر لسؤالي؟ لا أنا بأكد على سؤالك. أوكي خلاص. وليس 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 يعني إني سؤال آخر، ولكن من هو الرجل الرومانسي؟ هو بالأصل تعريف يعني مفهوم الرومانسية معروف. الرومانسية يقصد بها التعامل بالمشاعر، التعامل برقة المشاعر مع الآخرين، يعني عكس الفظاظة، عكس الخشونة في التعامل مع الناس. نعم. وهذا لا ينحصر بالعلاقات يعني الزوجية، قد يكون في التعامل مع الأولاد في رومانسية، التعامل مع الموظفين، التعامل مع أي شخص ممكن يكون في نوع من الاحترام، اللباقة، هذا كله من تفرعات الرومانسية. وهو كمصطلح مصطلح غربي طبعا، يعني في عنا في العالم العربي ما هو هذا الاسم بالأصل؟ يعني يقال مثلا الرقة، يقال اللطف، يقال عاطفي مثلا، ممكن. نعم انا عاطف، انت عاطفيه، انت عاطفي. طيب نعود لسؤال استاذ فرح. خلاص خلصت سؤالي وخلص جوابي. هو كان يعرف الرومانسيه. نعم. بس ما قالنا شو الرجل من الذي هو الرجل يتعامل مع اللي عنده كل هالصفات. الذي لما نقول رجل معناها احنا
يعني وجهنا أذهاننا إلى الحالة الزوجية. فالرجل أنا رجل رومانسي يعني الزوج فقط يكون رومانسي ولا الرجل بشكل عام؟ يعني إحنا لما نقول الرجل إحنا نقصد معناها تعامله مع زوجتي، أما إذا قلنا الإنسان الشخص الرومانسي فبشكل عام بصير الكلام. فإحنا إذا كان مقصودنا بشكل عام فهو الإنسان الذي يتعامل مع الآخرين بلباقة، بلطف، برقة، برحمة حسب الوضع. يعني مع الصغير تسمى رحمة، مع الضعيف مثلا، مع الزميل باحترام، بأدب، يعني هذه كلها رومانسية. مع الزوجة المفروض تسمى يعني عاطفيا يعني بالمصطلح العربي بمشاعر. أوكي. يعني إنسان الغني بالمشاعر، عنده مشاعر، عنده عاطفة، عنده حنان. رومانسية تجاه الأم والأب مثلا يسمى في المصطلح العربي بر الوالدين مثلا، كل هذا يعني نفس المعنى. نعم. هون أستاذ نحن كنا عم نحكي قبل شوي عن القصص، يمكن قصص موجودة وقصص نحن اخترعناها أو نحن منحب نعيشها يعني بنفس الوقت، ولكن دائما عم نربط الموضوع أنه هالأيام يلي عم نعيشها إن كان الشغل أو الهموم أو الضغوط أو العائلة مثلا، هل بتخلي فعلا الرجل أنه يبطل رومانسي؟ يعني بيكون في شيء أولوية عنده، وهالأولوية بتضلها مستمرة، يعني مش أولوية على ظرف معين أو على وقت معين. هو لا شك هذا صحيح، لكن ما في يعني يبطل، يعني ما في انه ابيض او اسود. في رومانسيه يعني درجات، الانسان ممكن يكون منسوب الرومانسيه عنده بيرتفع وبينخفض مثل منسوب السكر في الدم، ولا هذا الموضوع بيختلف. يعمل كريزة مثلا، بيختلف من يوم ليوم، من ساعه لساعه. من اذا اليوم سمعت نشره اخبار يمكن تنخفض عندك الرومانسيه، مظبوط. اذا صادفك موقف صعب في العمل ممكن تنعكس على رومانسيتك. لكن بشكل عام الإنسان يعني الشرقي أو الرجل الشرقي بشكل عام أو العربي أقل رومانسية مما يجب. هذا يعني شيء متعارف عليه. شو السبب برأيك؟ هو هذا محصلة لمجمل ظروف معيشته، يعني طبيعة حياته، طبيعة عمله، طبيعة علاقاته في المجتمع. يتعرض لمواقف فيها يعني خشونة، فيها ربما ابتزاز، ربما يطلب منه دفع رشوة ليمشي شغل مثلا، ربما يكذب حتى يمشي أموره أو يكذب عليه. يعني بحس أنه المجتمع فيه نوع من يعني التشاطر، الناس تتشاطر على بعضها، تتحايل على بعضها. فهي الرومانسية بالأخير هي محصلة لكل هذه الظروف. إحساسي أنه في العالم العربي كأنه الرجل يخاف على رجوليته كمان مرة من موقف رومانسي. يعني يقول لك هي حركات أجانب، شو أنا يعني أهدي وردة وأكتب شعر ولا يعني تحضير مناسبة معينة. يعني بيحسوا أنه لا، الرومانسية مش لإلنا إحنا أكثر رجال. يعني شو ممكن يكون أنه مثلا عبد الحليم رومانسي؟ انه هل الرجل يذرف ممكن دموع لما يكون في حاله حب واللي يحكي شعر؟ يعني اليوم ممكن مش بحاجه حتى المراه نفسها لهالحالات من الرومانسيه بقدر ما هي بحاجه لرومانسيه لل2012 وال2011 والقرن الجديد. يعني هو قد يكون الانسان يعني عنده هالنظره هذه، وهذا في الانسان العربي له اكثر من سبب اللي ذكرناه قبل شوي بخصوص يعني بيئة الحياة، نمط الحياة. في سبب آخر ربما طبيعة الحياة البداوة. يعني ابن خلدون بيقول إنه العرب إنه أصلهم من البادية، وهذه أعطتهم شيء من الخشونة والفظاظة. يعني ومؤخرا يعني من بضع سنوات نشرت مقالة لكاتب مشهور هو الدكتور عايض القرني بهذا العنوان، أن نحن العرب قساة جفات، في نوع يعني من النقد الذات في الموضوع. نعم. طيب ألا تعتقد أن انعدام الرومانسية لدى الرجال أيضا يوافقها انعدام الرومانسية لدى المرأة في ظل العصر الحديث الآن مع تطور الحياة؟ أصبحت حتى أغانينا مثل ما ذكرت فرح أغاني عبد الحليم
وسيدة فيروز قديما كانت فيها نوع من الرومانسية. الأغانينا الآن صارت تسمع ليس للسمع، يعني صارت لل يعني أكثر تجارية أكثر، يعني الأغنية ما تكمل ثلاث دقائق بعد أسبوع تنساها. لكن أغاني الكبار الراحلين كانت أغاني خالدة وتظل. الحياة تغيرت، حتى أصبحت المرأة أنا في اعتقادي أيضا انعدمت فيها الرومانسية نوعا ما نظرا للحياة المادية اللي نحن نعيشها. يعني أنا يعني أعتقد في اعتقادي أن البنت الآن ما تحلم بالرجل اللي يقعد على الخيل الأبيض وتستقبله وكذا، يعني صارت الأمور مختلفة نوعا ما، شوي تنظر لأمور مادية أكثر منها عاطفية. هو لو رجعنا للأصل، الإنسان المرأة بالفطرة أكثر رومانسية من الرجل، عاطفية طبعا. نعم. طبعا أكيد، وهذه بالفطرة. نعم. وهذه الظروف العوامل اللي تفضلت بذكرها يعني تؤثر، ولكن ليس بالعمق، يعني تبقى هذه الفطرة موجودة ويبقى هذا الحلم، الفتاة بفارس الأحلام على فرس أبيض، هذا الحلم يبقى وعنده قابلية للنمو وللظهور في أي بيئة مناسبة. ولكن لما أيضا الفتاة تجد نفسها في ظرف معين وجو تكنولوجي يعني فوق العادة، يعني أنا بيحكوا لي بعض الأهل أولادهم من الآيباد إلى الآيفون إلى الإنترنت إلى طيب هذه الأمور، يعني انعدام العاطفة. أنا بكتب مثلا غير لما أنا أسمع وأتحدث مباشرة للحبيب أو للقريب، فهذا خلى يمكن الأمور أيضا الأحاسيس والعاطف نوعا ما باردة. لا شك مع 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 نعم. التكنولوجيا الحديثة. نعم. يعني صار دخلت التكنولوجيا في حياتنا، دخلت المخترعات، صار الإنسان ما بيشغل مخه، يعني حتى في بعض يكتب مسج لشخص ثاني يأخذها كوبي وبيست، ما بيحاول إنه يصيغ عبارات من ذاته. بياخذ عجبته هالكلمه اخذها من يمكن اجته مسج على الموبايل عملها هذه الاحاسيس. طب هون عفوا استاذ، يعني قد ايه هالرومانسيه بتساعد بالشغل؟ يعني اليوم ما بعرف اذا مزبوط بيقولوا انه الرجل الرومانسي هو ناجح اكثر بشغله العمليه والاجتماعيه في مجالات طبعا. في مجالات تتطلب هالشيء وبينجح فيها بالفعل، مجالات عمل معينه، ربما مثلا في الاعلام، مثلا في مجالات التعليم ربما. لكن في مجالات والله أنا والله إذا كنت مندوب مبيعات لحفارات الآبار مثلا ما أحتاج رومانسية، أحتاج إلى يعني شيء ثاني. يعني فالرومانسية تحتاج يعني تلزم في مجالات معينة، وربما تكون هالمجالات واسعة، يعني طبيعة العمل الإداري المكتبي هذا الإنسان يكون في لباقة، يعني حتى لا تسمى رومانسية، تسمى لباقة، تسمى إتيكيت، يعني هذا شيء مطلوب. لكن في مجالات عمل معينة تحتاج إلى يعني قوة، حزم. يعني واحد مثلا مسؤول في الشرطة لازم يعطي نوع من محرم، يعني مسؤول الشرطة في بيته ليس رومانسي مع لا زوجته، لا في بيته شيء ثاني، احنا نتكلم بالعمل. أنا أوكي بس ممكن يكون يعني قوي ولكن رومانسي، يعني هذه لا تلغي قوي في عمله رومانسي في بيته. أوكي. هلا جعفر لفتني في الملاحظة أنه مثلا الحصان الأبيض وهيك اللي يعزف تحت البالكون يعني روميو وجولييتا ما بعرف هيك، لن يجد هالبنت أيضا الملائكية الملائمح وقاعدة مستنية إمتى هو يجي يعزف حتى هي تطل وبتسلم وهيك؟ يعني كل الصورة تغيرت، كأنه ظلينا ملزقين بهالصور اللي علمتنا إياها الأفلام والأساطير، واليوم الواقع مختلف تماما. التكنولوجيا مثلا ما فيها تخدم الرومانسية بطريقة حديثة، بدل ما تكون رسالة مكتوبة من ثلاث أوراق والحمامة اللي تنقلها لتصل للحبيب ولا الحبيبة، ممكن يكون SMS، يعني في جملة رومانسية مش ضروري يعني عريضة إذا يعني بس يعني إنه بدل الفرس الأبيض رينج مثلاً عن جد، يعني ليه هالقد عم نبتعد عن الرومانسية، وليش المرأة هي اللي تبحث أكثر عن الرومانسية، وكيف فينا نعوض لها هالأشياء اللي هي بخيالها بشيء فعلي؟ الرجل ممكن يكون رومانسي حتى هو عايش كما قلت بهالقرن. يعني هو يعني صارت مجموعة أسئلة، أعطيني نعم. اللي قدرت تجاوبني عليه لأنه بهمني الجواب صراحة. هو لا شك يعني الإنسان ممكن يصنع قدره، ما ينتظر أن يكون هو مسير،
ممكن يصنع. كنا نتعلم تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فرد عليها أحد الشعراء بمشيئة الملاح تمشي السفن والتيار يصنعه السفين، يعني بهذا المعنى الإنسان يجب أن لا يستسلم. يعني البعض لما يسأل مثلا أنت ليش ما بتمارس رياضة، بيقول ظروفي وحياتي ووقتي وكذا، يقول له أنت ابدأ ومارس. نفس الشيء في الرومانسية، يعني بيقول ضغوط، بيقول مشاكل، بيقول هموم، بيقول أنا علي أعباء، أنا كذا، يقول له ابدأ بهذه المعاملة الرومانسية هتشعر أنه بتخفف عنك هذه الضغوط. نعم. يعني في ناس بتقول له مثلا ليش ما بتساعد الفقراء، بيقول أنا بدي مين يساعدني، أنا بدي مين يساعد، بيقول له لا، أنت لو ساعدت هتشعر أنه صرت أنت أقدر على مواجهة أعبائك أنت بالذات هاي المشاكل. فالمسألة يعني بإيدنا لكن لا ندري. تكنولوجيا نعم، أنا ممكن مثل ما تفضلت ممكن بالتكنولوجيا أني أطور مشاعري وعلاقاتي. أنا في ناس ربما لولا التكنولوجيا ما بقدر أتواصل معهم. نعم. طيب لو نبعد شوي عن الكلام النظري نكون عمليين، لو ممكن أستاذي تضرب لنا أمثلة كيفية تعامل الرجل، يعني مثال عملي في البيت كيف يتعامل مع زوجته، في تصرف معين يعتبر رومانسي مفروض الزوج أو الرجل يتعامل فيه مع زوجته في البيت، مثل ما ذكرت لفتت هذا السؤال. يمكن استنتجت من كلام فرح عن موضوع أنه التقنية غيرت أسلوب التعامل، فرنس ممكن يكون سيارة مثلا، رسالة بالحمام صار مسج. يعني لو نضرب أمثلة واقعية من الحياة، شو المفروض الزوج يتعامل فيه مع زوجته؟ إذا دخلنا في يعني نطاق الحياة الزوجية، فالمفروض يكون الكلام الجميل اللي تحب المرأة أن تسمعه. كل امرأة تحب أن تسمع من زوجها الكلام الجميل، كلام الغزل، كلام ولو فيه شيء من الكلام ايضا التصرف، ولو في مبالغه القبله يقبلها مثلا كزوج. في بعض يعني مثلا كان ما ادري قصه عن بعض الاعرابي عندما راى الرسول صلى الله عليه وسلم في كان يقبل ابن احفاده، فقال فاستغرب هذا التصرف، قال نحن انا عمري في حياتي ما قبلت ابني. فهذه الامور القبله، الكلام الطيب، التصرف بها، تتمت هذه الملامسة الرواية. جدا مهمة في موضوع الرومانسية. تتمت هذه الرواية يعني قال لهذا الرجل أنه ما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فإذا هذه من الرحمة، يعني مع الأطفال مع الزوجات في كثير أمثلة عندنا وبسيطة. يعني ممكن هاي تبس بسيطة وهي ممكن لها أثر كبير على الزوجة، ممكن الرجل ما يستعملها. يعني يعني لا يجب أن يلقى هذا الواجب على الرجل فقط. هي لازم تكون متبادلة، لأنه قد يكون أحد الطرفين في ظرف معين مضغوط أكثر من الثاني، فبيكون في تبادل بحاجة سند. يعني نعم، اللي بيشعر إنه الطرف الثاني مرهق ومجهد و عابس وكذا، المفروض هو يستوعبه، وفي فترة تانية في ظرف تاني ربما يحصل العكس، يتبادلوا الأدوار، واحد يكون تعبان والثاني أقل تعبا. هلأ ما في حدا مرتاح، بكون واحد أقل تعبا، فلازم يكون في يعني تقدير لهالظروف. أستاذ رامي، أنا اللي مخوفني خوفي ما يكون الرجل رومانسي وإحنا مش منتبهين، يعني المرأة تكون مش منتبه أنه زوجها هو فعلا رومانسي، ولكن هذه هي طرقه اللي ممكن مش عم بيوصل فيها أحاسيسه ورومانسيته، ولكن هو فعليا عم بيحس بهالرومانسية اللي داخله. مثلا روني، ما بعرف أنت أدي بهمك تكون رومانسي ولا بهمك تكون رومانسي؟ يعني حلو الرجل يكون رومانسي، بس يمكن ما يعرف يعبر. أنه يمكن رومانسي بعد قبل ما أتجوز، يمكن وإذا أتجوز بطل رومانسي ممكن كمان. إيه أكيد، يلا خلينا نمشي الرومانسية. هلأ في تقاليد معينة يعني في الغرب غير عنا. في الغرب يعني تعتبر مثلا الوردة إلى مغزى دور أساسي طبعاً. يعني حتى لون الوردة أيوة ولونها يعني كل اللي ربما إحنا مش بالضرورة تكون الوردة وإنما الكلمة. ربما الرسالة، يعني أنا اليوم كنت عم أقرأ في هذا الموضوع، أحد يعني الكتاب
طرح سؤال على القارئ بيقول له انه منذ متى تلقيت رسالة مكتوبة، رسالة ورقية، يعني انه في هذا العصر ما عاد تجينا الا فواتير وامور يعني تتعلق بالعمل، رسالة شخصية ما عاد الا في ايميل وفي مسج وكله الكتروني. فبقول الرسالة المكتوبة والورقية واللي بخط اليد واللي هي من صياغة المرسل وليست مقتبسة وكوبي وبيست نادر، هذه تنقل رسالة عاطفية وتنقل مشاعر أكثر بمليون مرة من هالرسائل هذه السريعة، مثل وجبات سريعة ورسائل سريعة وكله سريع. فبقول فما بالك برسالة عاطفية أن تكون مكتوبة أيضا، وهذا شيء أصبح من أندر النوادر في هذا. أنا ما رح أقطع الموضوع غير ما أسأل فرح، عفوا أنا بدي أسألك أنت، يعني أنت عم تحكيني لي، أنت قلي لي أنت قدير رومانسي وقدير كمان، يعني أنا تتغير الأمور بعد الزواج؟ لا لا، بس بحسني نساء عندهم حركات هيك، مثلا حتى الأجواء الرومانسية المرأة اللي تفكر فيها أنه شموع وورد وعشاء هيك بتحب أنه تعمل أجواء، بس الفكرة في الرجل، يعني أنا بسأل حالي كم رجل لما تكون زوجته نايمة قبل أن ينام ويخلد للنعاس يجي يطبع قبلة على جبينه وهي نايمة، يعني مش شايفة هي الرومانسية اللي فيه، ومش شايفة أنه حتى تقله أنه شكرا على القبلة وأنه حاسة أنه بيحبها، بس هو لأنه حاجته لهالرومانسية، هو بحاجة أنه هي نايمة يطبع هالقبلة على جبينها وينام جنبها. يعني هون أنا بشوف قمة الرومانسية اللي عم تقوليه واللي ممكن يقوله الآخرين، يعني بشكل مجموعة مقترحات وتوجيهات. أنا المقالة اللي ذكرتها قبل شوي كتب فيها الكاتب مقترح أن يكون هناك كلية للتأهيل المقبلين على الزواج أو اللي تزوجوا وإعادة تأهيل بعد سنوات، بعد 10 سنوات رسكلة. يعملوا فيها دورات يعني رفع مستوى الرومانسية، يكون في معاهد للناس يعني لرفع مستوى اللباقة في التعامل، تعليمهم هذا الأدب وهذه العاطفة، تذكير الناس. هذا الموضوع لازم ينطرح في كل وسائل الإعلام وكل المنابر التربوية. حلو. بتخيل شو عامل بكرة، عندي ساعة رياضة وساعة ونص رومانسية وبعدين فيني اتعشى معكم. بحب بس أذكر قصة سريعة كنت عم أقراها اليوم في بهذا الموضوع. شاعر اسمه علي بن الجهم دخل على الخليفة المتوكل العباسي و أراد أن يمدحه، فبقول له أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخصوم، يعني مدحه باللغة اللي بيعرفها. أستاذ الكريم عم بشكرك على وجودك اليوم، يعني فعلا كان لقاء رومانسي كمان، نفس الرومانسية بتعني أنه كان لطيف يعني بنفس الوقت. أنا بشكرك وشكر كتير كبير على المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا، وإن شاء الله دايما نضلنا رومانسية هيك كمان. فصل إعلاني قصير ونعود، خليكم معنا راجعين وعلى الموعد. أرحب بك سيدي الرجل من جديد في على الموعد، ومستمرين بفقراتنا، والآن مع فقرة قد تهمك، فقرة تخص الصحة ولكن الصحة والجمال، لأنه اليوم سنحكي عن نتكلم عن عمليات التجميل. هل أصبحت عمليات لازمة للرجل؟ هل يهتم الرجل حقا بمظهره ويحاول إجراء هالنوع من العمليات، تعديلات جمالية يعني هيك بما يتناسب مع الحياة المعاصرة ومع شكله طبعا؟ والكرش حكينا عليها مثلا، هناك عمليات لإزالة الكرش، هل يخفي التجاعيد، البوتوكس، ما بعرف، أشياء كثيرة أخرى طبعا. إجابة عنها حبينا تكون معنا اليوم خبيرة التجميل السيدة زينة بواب، وعن هالمواضيع رح نحكي في هالفقرة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. كيفك؟ مرسي. شو هالجمال هيدا؟ وبهنيكم على هالبرنامج الحلو، وعن جد عن جد أنتم حليين وأنت أكتر. حبيبتي تسلمي. يعني هاي رومانسية بإجابتها كانت. كيف شو رأيك بالرومانسية؟ شو كنا عم نحكي عن رومانسية؟ كيف بتشوفي الرجال الرومانسي؟ ما في أحلى منه. شو بيعمل الرجال الرومانسي حسب أنثى ما شاء الله وكل أنوثتك؟ يعني الرجال الرومانسي بيتغزل بجمال المرأة من جوا ومن برا. صح، حلو كتير. حتى لو مني جميلة؟ مين أنت؟ لا، حتى لو مني جميلة المرأة في كذب شوي بس تحسسها. ليك عراية كاظم الساهر، بكل لكل امرأة في جمال، يعني كل مرة حلوة. صح،
مزبوط مزبوط. طيب لو نرجع لموضوع العمليات التجميل، يعني كان متعارف أن التجميل غالبا يكون للمرأة نصيب كبير، الآن أصبح الرجل يهتم بمظهره بشكل مختلف عن السابق، شو أكثر العمليات اللي أنت تلاحظين أن الرجل يهتم فيها أنه يعدل في مظهره الشخصي؟ مثل ما ذكرت فرح موضوع المظهر الخارجي، الكرش، التجاعيد، أيضا الشعر، هل تعتقدين أن الآن في الوقت الحالي صارت النسبة كبيرة عن ما قبل؟ ليك بدي أقول لك أنه اليوم الرجل كتير عم يتعلم من الغرب شو عم بيصير. نعم. يعني اليوم الرجل يعني كان إذا كان بأمريكا أو بأوروبا بيهتموا كان بحالهم بالأكل، ما يكونوا ناصحين، خصوصا بفرنسا. اليوم الرجل العربي بلش يعمل مثلهم، وبالأحرى ما بلش، صار مثلهم. يعني اليوم الرجل ما بس عم بيهتم بعمليات التجميل، عم بيهتم بأكله، عم بيهتم أنه ما يكون عنده مثل ما قالت فرح الكرش، ما يكون عنده، فبده يصير مظهره حلو، بده يهتم مثلا أنه ما يكون عنده تجاعيد ليضله أنه مبين يعني بعده شاب. فيمكن كثرة التجميل عند المرأة صار في مثل جاب عند الرجل، المرأة صارت كثير عم تهتم بحالها وبجسمها، الرجل لازم يسويها شوي. صح. فمشان هيك يعني شو بتحسي أكثر عمليات اللي عم بيقبل عليها الرجل إذا عم بيقبل يعني هالأيام، وشو يعني 1 2 3 شو أكثر؟ ليك الرجل كثير عم اليوم بهمه كرشه، والرجل العربي عندنا ما بيعمل رياضة يعني معظمهم بدي أقول، فبده انه هالكرش يروح عم بيجي لعندي او عند الطبيب بيقول لي شو بدي اعمل بهيدا؟ بس مهم بده يضله ياكل، وبده يضله على اكل الرز والخبز والهيدا. فكل اكثر العمليات اللي عم بتصير عند الرجل هو شفط البطن المعده وعمليات المنخار وتظبيط الهون حول الانف. يعني ما بده الرجل اليوم ما بده يبين ختيار، رغم الشيء إذا كانت تبعيته أو شيء جورج كلوني هذا هيستايل يعني بده يضل يبين إنه بون مين يعني مرتاح هيك في نظارة بالوش مرتاح. وكتير كمان عم بيهتم إنه ما بس ينزل وزنه، الرجل اليوم بنلاحظ عم بيهتم إنه يجيب كمان مدرب خاص بالجيم تيخسس له الوزن تيزبط له الجسم الخارجي تبعه. فاليوم الرجل يعني انا مثلا عندي بالكلينيك عندي 40% رجال يعني ايه تو ماتش فكتير كتير. نعم. طيب حاليا موضوع عمليات التجميل يمكن موضوع حساس بالنسبه للرجل، هل تعتقدين ان الرجل يذهب يعني لعندك في العياده بشكل يعني سري او انه ما يبى حد يعرف، ولا الامور صارت عاديه؟ يعني حتى على مستوى العالم شركات التجميل ايضا تخصص مستحضرات خاصة بالتجميل للرجل. صح. إلى أي حد الآن نظرة المجتمع للشخص اللي يستعمل مستحضرات تجميل؟ يعني مش إنها تجميل نفس المرأة كميك اب، يعني في شغلات خاصة بالبشرة أو شيء مثلها. لك من الرجل بعد عنده الخجل إنه هو عم بيروح يعمل تجميل لنفسه، فكتير بيجوا لعندي ما بيحبوا حدا يعرف إنه هن موجودين. فليش؟ لأنه بيضلوا يفكروا أنه التجميل للمرأة. لا، في كتير كمان ناس بيفكروا أنه الرجل إذا إجا تجمل ما لازم، عيب يعني، بعد فيها المنتاليتي موجودة. بس اليوم الرجل مثلا هو بينه وبين نفسه عم بيطلع على حاله وعم بيشوف أنا تخين، أنا مثلا لما ما بلبس العباية أنا عم شوف حالي ناصح. فكمان بده يزبط وجهه لأنه كثرة النساء اليوم بالعالم، فبده يضل مبين حلو، عم بيزبط أسنانه وكل شيء عم بيزبط. هلا بطل دارج يعني مثل اللي بيقول إنه الرجال ما بيعيبوا إلا جايبته، خلاص هلا صار كل شيء كل شيء. إيه إيه إيه، يعني بيجوا قبل كانوا يهتموا الرجال بس الصلعة إنه كيف يزرعوا شعر، اليوم انتقل الرجل لتخطى هالأشياء. عم بيجوا أنا بدهم أشياء مثلا بتفاجأ إنه كالرجل عربي يعني. شو الأشياء الغريبة تفاجأتي فيها؟ رجل طلب عملية يمكن استغربتي منها؟ هلا هو هيدا تحت الكاميرا، بس إنه مثلا رجال مثلا بالستينات بده يبين ابن 30،
فهمت علي؟ هلا هذا الموضوع انا دغري بقدر اعرف، يعني الرجل لما تبين ابنه 30 في وراءه امراه بنت 20 يعني بدها تكون، فبس الرجل لما بده لحاله يعني يزبط وضعه بيكون اكثر شيء للكرش للايدين. لا اذا كمان اذا عمل رجيم مثلا هيدا عنا مشكله، بصير عنده ترهل كثير 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 عاطل. وانا بوجه يعني بليز للرجل اللي عم بيعمل رجيم ما يعمله على يعني بس، لانه الترهل بعدين عم بيصير عنده مشكله ثانيه، بيروح على عمليات تجميل بده شد كله سوا، فهي كثير نقطه مهمه. هلا اجمالا الرجل لما يصل لعندك بيكون لحاله، مين بيدلوا عليك؟ هل هن اصحاب رجال ام زوجته ام صديقته ام كيف؟ ليكي واحد بيقول للثاني بس بيجي واحد لحاله ولا مره بيجي مع رفيقه او مع يعني مرته؟ لا اكيد ما بيجي معه، اكيد لا لا. ف وحتى اذا هو اجى مع مرته، مرته عم تعمل كونسلتيشن تلاقيه بيرجع بعدين هو بيستفيد من ما وراها بيرجع. طيب ما بتلاحظي ان الرجل نوعا ما اناني؟ انت كامراه يعني هو يريد زوجته انها تكون ملكه جمال، مانيكان جسمها صح وما في عليها اي عيوب، بالمقابل هو مو مهتم. انا هل انت كامراه يهمك زوجك او يعني شريك حياتك يكون على مستوى من الجمال والشكل المقبول ولا مش مشكله؟ لك بالاخر لأن اليوم تعودنا الرجال بس يبقى من الزوجه وهو اناني، ما عنده مشكله في بعدين الموضوع. على فكره مش كل الرجال بحبوا نسوانهم تتجمل، في رجال بتحب نسوانها تضلها مثل ما هي. ليش؟ بتعرفي مين اكثر شيء بيلفتني ما بيحب مرته؟ الخبير التجميل نفسه، اهم دكاتره التجميل، بتطلع بمرته بتلاقيها على طبيعتها، لا في لا تنفيخ ولا شيء، ما بعرف في سر، في سر عنده. بس بالنسبه لارجع لسؤالك انه اكيد اليوم المراه لما عم تطلع بالرجل اللي هو مشاركه حياتها كمان بدها تطلع على صوره جميله اذا هي بتحب تنتبه يعني تزبط بوضعها. بس بدي اقول لك شغله انه التجميل يكون ضمن حدود. هلا عند الرجل شيء كثير ضروري اللي هو الليزر مثلا، عنده مشكله الرجل بالنسبه للحيه، تحديد اللحيه، الشوارب مثلا، هيدي شو بيعمل الليزر؟ كل الرجال عندهم مشكلتهم وعندهم شعر بيكون امرار مضيقهم بيطلع كله يعني الليزر بيشيله كومبليتلي لدائما. هلا يعني عندنا الليزر الجديد الايموتيف اللي بدون وجع بدون شيء بتشيل الجسم كله باقل من 45 دقيقه، يعني هيدي اخر تكنولوجي طلعت. فالرجل اكثر شيء بهمه الليزر اليوم. ليش؟ لانه كلهم عندهم مشاكل باللحيه، تحديد اللحيه، عندهم مشاكل بالظهر، امرار بيكون عندهم شعر كثير بظهرهم مزعج، يعني هن بيتضايقوا من نفسهم اذا كانوا على البحر او لبسوا او راحوا يلعبوا رياضه. او في الرجل كثير كمان بيهتم اذا عنده الحبوب بزور بالظهر او عنده الاكني والاكني سكارز، لما عنده الحبوب وبعدين علم محل الحبوب هي عندهم كمان مشكله كبيره فيها، وهو بينشالوا كمان اليوم هو اكيد بينشالوا. فهيدول كثير مهمين عند الرجل. يعني اليوم انا بنصح انه الرجل اذا بده يزبط بحاله اكيد يزبط جسمه، يكون جسمه ضمن المعقول يعني، والكرش كثير مهم بس ما بعرف اسنانه المهم كثير للمدخنين تحديدا، حلو يكون دائما هيك بتطلع شيء تحس نظافه و شو عم تسألني؟ إيه يعني أنا كأمرأة مثلا بحب كتير إنه زوجي أو رجل في حياتي يهتم بسنانه ونظافتهم شكلهم، ممكن الجسم أكيد بطن كل شيء، بس كل ما رح يعني أظافر بس ما رح أتحمل مثلا تنفيخ وهيك، بحس تصابي بيصير. صح صح. في يعني الشغلة اللي بعملها عند الرجل مثلا إذا أجل عنده هون شوي علامات التعب من ما رح ننتبهلهم أصلا، بيكونوا مزبوط بالطريقة، بعمله يوم بمكنة التايتنينج اللي هي شوي بتشد ما يكون اوفر، الرجل ما حلو يبين اوفر، بس اكيد يعني الليزر والكرش هذا كثير مهم انه الرجل يظبط بس الوضع. بليز بليز خبرينا شو الغريب في العمليات وحده بس شيء طيب استغربتي؟ سؤال بطريقه اخرى يا عم بسال رافع مثل ما ذكرت كان يعني سؤالك هي أصلاً. تحت كان الهواء. سؤالك بس هي وبس واحده تحت الهواء وحده شيء غريب كثير لانه ما تشجع حتى انت شخصيا ما بتشجعي انه الناس تعمله لانه بتحسي انه او اوفر او هذا الشيء شخصي عند الرجل بس مثلا فيني اقول اذا اجى رجل مثلا بده يكبر شفافه مثلا انت ضد صح؟ انه يعني اذا ما عنده شفاف خالص او هيدا اوكي بس مش انه يصنصر عم ننفخ مثل المراه صح مش حلو صح؟ هيدا ما حلو او مثلا بدنا نكحل جوات العين بالتاتو يعني مش مضطر هيدا أبداً. انا بقول
طول وصار تجيك حالات انه في رجل يريد يعمل عملية تجميل بده يصير زي المرة؟ هيدي كثير صار في منها موجودة؟ هي كثير صار في منها ويعني انا بقول كل واحد حر بحياته بس مزعجة يعني لانه نحن نشوف في بعض المهووسين بالنجمات مثل هذا اللي بده يعمل نفس شكل نفس مثلا نانسي عجرم مزبوط عم بتصير هالحالات عم بتصير هالحالات عم بتصير هالحالات كمان اللي بده ينفخوا مثلا اكثر بخدودهم بهيدا هون صرنا بالشق اللي بنسميه يعني هون في الغرب يعني في الغرب مثل مايكل جاكسون كان بده زي بروك شيلدز الان نسمعها في الوطن العربي انه في شباب عرب بدهم يعملوا هذا هالاساس نحن صرنا عم نضاهي اوروبا وامريكا بالموضوع اللي انت عم بتقوله هذا شيء مؤسف جدا يعني فصرنا يعني انا رحت على امريكا بروح على اوروبا عنا اكثر عنا اوفر نحن بناخذ الاشياء دائما اوفر وهيدا الغلط لانه بتصلنا الصوره ونحن بنبلش بس الحمد لله بتضل حالات شاذه وخاصه واحنا عم نحكي عن الرجل المتزن المعتدل طبعا. الرجل الطبيعي اللي بس حابب يجمل شوي بشكله هيك بطريقه حتى مش كتير مرئيه انه يجرب الاشياء اللي ممكن زبطها ليش لا خاصه انه المنافسه مع المراه صارت كبيره المراه كل يوم عم تقدر تعمل 100 شغله غير الميك اب والاشياء الاساسيه كمان عمليه التجميل فحلو يكون فيه مش يعني طيب أدي هالعمليات بتكون مكلفة أدي بيكون في إقبال بتحسي أدي العمر اللي أكتر شيء عم بيقبل على هيك عملية ليك نقولها مثلا شفت أنا مثلا أنا عندي بعمل لهم التنحيف بدون عمليات لأنه في رجال ما بدهم العمليات بكسر الدهون بواسطة الأشعة الحمراء بواسطة الزبزبات الكهربائية بجرب اعمل لهم خصر عم بستعمل كثير هلا اللي بنسميه الكربوكسيثيرابي اللي هو ثاني اكسيد الكربون بيتحول لاكسجين بكسر الدهون الرجال كثير عم بتحب هالتقنيات هيدي ليش لانه ما فيها جراحه ما فيها بنج بيلاقوا النتيجه عم بيلاقوها شوي شوي الرجل ما بيكون مستعجل مش مثل المرأة بدي هلا تغير الرجل مستعد يكون صح. عنده كم جلسه وهيك عارف انه النتيجه حتيجي بالاخر ومثلا اذا بده شد وجه مثلا عم بعمل له اياها بالليزر بالسكن تايتنينج طبعا تقنيات سيف 100% وفريده من نوعها يعني عنا اياها فهالاشياء اللي عم بعمل له اياهم للرجل كلها بدون جراحه فمشان هيك عم بحس اكثر مرتاح يعني لما بنعمل له هالاشياء هيدي نعم طيب في موضوع العمليه اذا هو الرجل عمل عمليه في اكيد حالات يمكن بعد ما يعمل العمليه ما يكون مرتاح نفسيا او مش راضي عن النتيجه انا ضد العمليات انا اذا بدك تجي لرايي انا ضد العمليات انا مثلا تعال قل لي انا بدي اروح اشفط الدهن بقول له بترجيك ما تشفط الدهن اسمع لي انا بمشي معك خطوه خطوه بوصلك لانت شو بدك توصل وبدون العملية لأنه حقلك شي بالآخر شفط الدهون عم بتولد مشاكل تانية يعني اليوم اليوم لما الواحد بيشفط إذا كان بطنه هالقد برا نحن عنا بتكون بطنه بقول الحكيم تعا أشفط لك بيشفط له بطنه المعتر بيصير كله عنده ترهل ليش؟ لأنه ما بيعمل رياضة في طرق تانية بدل الشفط أنا فيني روح الكرش فيني زبط له جسمه بساعده بمراحل يعني انه يوصل للنتيجه اللي هو بده اياها بطريقه كثير سيف يعني حلو كثير حلو هيك بحس حتى يتشجع اكثر الرجل من انه عمليات تجميل هي هالطرق الجديده وبعرف انه حضرتك بتسافري كثير وبتشوفي مهرجانات ومعارض يعني وفي تقنيات جديده دائما فشكرا على حضورك معنا وان شاء الله الرجل هيك يستفيد وان شاء الله نشوفك ايضا حتى كل مره نحكي عن هيك مواضيع شكرا اذا لخبيره التجميل السيده زينب بواب على المشاركه وننتقل الى تقرير خاص عن ملك الكبك روبرت تاوتانجيان البريطاني جنسية من أصول لبنانية طبعا الكبك اللي ما بيعرف هو طرف كم القميص يعني عم نحكي عن الكافلينكس وهل اختصاص خلاه يعني اهتم بهالأمور وأيضا بطرف الكندورة الخليجية وابتكاراته صارت مشهورة جدا فحتى الصحافة البريطانية صارت عم تحكي عن اختراعاته عن هالتخصص الحلو وحبينا نحكي عن هالموضوع خلينا نشوف تقرير ونعود
Thank you very much for having me at your show, and it's a big pleasure to be in Dubai. The term King of Cufflinks came by surprise. This is not a term that I developed myself, but it is a term which Nick Foulkes, who's one of the famous fashion writers in the UK, coined for me and for our business. I guess he used it because we probably manufacture and design more cufflinks than any other company in the world. And because cufflinks is really the main purpose of our business. Many brands out there design cufflinks, but they design cufflinks as part of another range of products that they design. That is not their main business. And we today hopefully are the market leader in this sector, producing cufflinks for not only Tati Ocean, but many luxury brands around the world, which include Ermenegildo Zegna, Canali, Cornigliani, Eton, Façonnable, Van Lack. So these are all brands that come to us and we design their cufflinks. So perhaps that's why we are called King of Cufflinks. Another item that we developed specifically for the Middle Eastern market is masabih, which is something that is non-existent in the rest of the world. But we try to develop a modern masbaha using a lot of semi-precious stones and sterling silver, so in a Tati Ocean way, rather than a traditional way of doing a masbaha. One of my favorite cufflinks is this one here, which is the wraparound cuffling, and I particularly like this one because it has the evil eye, which of course has a lot of significance in the region. And what's nice about this cuffling is it wraps on the outside of the cuff, it goes around. So this is a very special cuffling. I also like this one here, which has movement on it, and you actually move. All of our cufflings have a story to them. They all have to be funny, it has to be different. معروف بأن روبرت مشهور بصناعة الإكسسوارات وله اهتمامات كثيرة أخرى، إلا أن صناعة الكمر والتفنن به دفعته للسفر لاكتساب المزيد من المهارات، وكلنا يعرف أن السفر ثقافة ولكن لمن أراد. الآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى روني لمعرفة ما حضر لنا من أخبار رياضية، تفضل روني. شكرا لك جعفر، رح ننتقل نحن وياكم ونحكي عن الحدث الأبرز يلي رح يصير اليوم، وهو المباراة بتمام الساعة 11 إلى ربع بتوقيت الإمارات بين تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني. وهالمباراة يلي أنا أكيد رح تشبه كثير ريال وبرشا، لأنه أهم شيء المستوى يلي عم بقدموه، أهم شيء أكيد عم نشوف أداء، عم نلاقي في ناس عم بتتابع المباريات وعم ترجع تعلق وعم ترجع تنتقد وطبعا تحكي عنا. 11 إلى ربع ضمن دوري أبطال أوروبا. نرجع ننتقل شوي للدول العربية ورح نحكي عن المطاوعي اللي هو السائق الإماراتي اللي كان بالمركز الثالث ضمن السباق يلي صار بقطر بالدورة الرابعة وبالمرحلة الرابعة، علامات ميني أول فور راسينج. الكثير من الوقت ضيعه بسبب بعض المشاكل يلي صار بالملاحة، وأيضا بالمرحلة الأخيرة قدر يعني ضمن كل أو بعد كل هالمشاكل يلي صارت معه قدر أنه يكون بالمرتبة الثالثة. هيدي الجولة هي الجولة الثالثة عفوا من كأس العالم للراليات الصحراوية، وليستمر أكيد من بعدها بضمن ترتيب وضمن كمان جولات تانية. الترتيب النهائي كان بالمركز الأول ناصر صالح العطية على تويوتا عفوا وهو قطري، لوتشو الفاريز بالمركز الثاني وهو أيضا على متن تويوتا، ومثل ما ذكرنا المتاوعي هو على المركز الثالث. خليني أقول شغلة، أنه يلي شاهد السباق وشاف أدي فعلا كان الحماس كتير كبير، لأنه بلش أول شيء مأخر بفرق كتير كبير ورجع كمان صار معه مشاكل، فالنتيجة كانت كتير مقبولة وألف مبروك له. بنرجع ننتقل شوي من السيارات ومن رياضة الرياضة الميكانيكية تنحكي شوي عن كرة اليد. بنحكي دائما عن كرة القدم عن كرة السلة، ولكن اليوم في كتير من الفرق العربية
عم تقدر تعمل نتيجة. عم نحكي اليوم عن نادي الزمالك المصري يلي تأهل إلى الدور الثامن من بطولة أفريقيا للأندية ضمن الأبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة بتونس بعد أن حقق فوز الثالث على التوالي بتغلب بسهولة على الفريق النيجيري 33-18 بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة. هيدي المجموعة الثالثة. أما بما يخص المجموعة الثانية حقق النجم الساحلي التونسي انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه أيضا بسهولة على جي أس كي من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 32-18 فيما تغلب الجزيرة الليبي على فاب الكاميروني 28-18 وهلأ عم يتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بس متقدما بفرق نقطة واحدة على الجزيرة. نرجع شوي على الإمارات ونحكي عن الكارتينج. الكارتينج يمكن كانت هواية عند كثير من الأشخاص ولكن اليوم صار في بطولات. عم نحكي عن أول بطولة محلية لأنه تمكنت السائقة الواعدة فابيان لارنز من تحقيق فوز كثير مهم بماكس للكبار خلال منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الكارتينج لموسم 2011-2012. وهذه البطولة بنظمها نادي دبي للسباقات وهي كانت اليوم الختامة يلي فازت فيه النجمة الواعدة. وحتى هون خلينا نشغل أنه مثل ما ذكرت الكارتينج كانت يمكن هواية ولكن اليوم صار فيه لها أهمية كثير كبيرة وخاصة عند السلطات المهتمة بالرياضة بدبي. اليوم السائقة هي منا عربية ولكن كان لها يمكن ثقافة كثير مهمة وكان لها خبرة بالذات كثير مهمة بين أوروبا وجنوب أفريقيا. نرجع ننتقل شوي لهالمباراة يلي رح تصير اليوم. المباراة اليوم لها حسابات كثير ولو أنه ريال مدريد فاز بنتيجة 2-1 على البرشا ولكن الانتقادات يلي صارت أو بعض التعليقات وبعض الكلام ما قبل هالمباراة يمكن بشجع لأنه اليوم عم بحاول مالك نادي تشيلسي الروسي رومان أنه يغري لاعبينه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بإعطائهم مكافآت فعلا بتوصل مجموعة لحوالي 10 مليون باوند وهذا رقم منه هين أبدا وبالتالي رح يحصل كل لاعب على 350 ألف باوند ليوصلوا للنهائيات وهذا الشيء اللي هو عم بيطلبوا منهم. كما أنه رح يرفع أيضا راتب المدير الفني روبرتو دي ماتيو اللي 1.2 مليون باوند سنويا وهون تخيلوا الأرقام قد عم تطلع وقد فعلا المباراة مهمة. من ناحية تانية غوارديولو المدير الفني للنادي الكتالوني برشلونة كمان فايد بمعنويات كتير عالية وفي كتير من الحسابات يلي صايرة إن كان بمباراة الذهاب وحتى كمان بهيدي المباراة اليوم. بيقول شغلة إنه نحن بنعتبر حالنا إنه خسرنا الجولة الأولى إذا فينا نسميها وهلأ فايتين بمعنويات كتير عالية ولو إنه يمكن النتيجة الأخيرة قدام ريال ما كانت كتير مشجعة ولكن يفترض يتحلوا بالقوة والتوازن قدام خصمهم القوي لأنه فعلا اليوم تشيلسي كتير قوي بالدفاع وكتير قوي بالهجمات المرتدة. وقال شغلة أنه نحن بنعرف أنه قدراتنا رح تكون نوعا ما قوية ولكن دائما بدنا نلاقي لها الفرص المناسبة لنسجل الأهداف وهيدا الشيء هيدي النقطة الأساسية اللي ركز عليها بعد مباراته مع ريال مدريد. لهون وصلنا لختام النشرة الرياضية وهالفقرة الرياضية. رح يكون لنا كمان متابعة لكل الأحداث يلي عم تصير بكرة NBA في مباريات كتير حاسمة وطبعا نعرف نتيجة المباراة يلي رح تصير اليوم. خلينا نشغل قبل ما نفوت على الاستوديو كان في نوع من الاحتفال لنادي الجزيرة يلي قلنا مبارح النتيجة مباشرة على الهواء فألف مبروك له منهني كل الإمارات طبعا بفوز الجزيرة. نرجع ننتقل هلأ لنتابع بقية فقراتنا ولكن بعد فاصل قصير. لي على الموعد وروني قبل الفاصل كان مع أخبار رياضية شيقة وحماس أجواء حماسية لمقابلات تجرى حاليا ولا بعد شوي وروني هيك عبالو يخلص بسرعة اليوم الهواء لا أوكي عندك وقت كتير منيح. عن الرياضة رح نحكي الآن ونستمر بالرياضة ولكن مع نوع جديد من الرياضة ممكن أن شخصيا ما كنت أعرفه. كثيرا مثلا ما نشاهد أطفال يتسابقون ويتسلقون شجرة أو جبل أو حتى يقفزون هكا بطريقة سريعة يدخل هذا الجزء من اللعب تحت ما يسمى هواية الباركور الهواية التي أساسها اللعب وتخطي العقبات للوصول إلى الهدف. خلينا نتعرف أكثر على هواية بمتابعة هذا التقرير وبعدها سنعود للاستوديو ونحكي مطولا عن هذا الموضوع. إذن الباركور ما هي هذه الهواية؟ تفضلوا.
مجموعة من الرياضيين تحدوا الظروف ومارسوا رياضة الباركور التي أغلب الشعب العربي لا يعرفها أو حتى لم يسمع عنها. الواحد هو صغير بيبقى نفسه يعمل حركات مثلا انه يتشعلق في عمود انه ينط من حته عاليه. مش ناس كتير قوي بتلعبها، بالعكس ده ناس قليله جدا. الواحد اما بيبدا لياقته البدنيه بتزيد وبحس انها تتوافق مع اللعبه. فقد كانت تتوقف أمامهم عدة حواجز، فلا توجد نوادي خاصة لهذه اللعبة مع أنها من أجمل الرياضات في العالم. حلو فيها أن هي لعبة مميزة، فيها كذا مميزات كتيره جدا، يعني زي مثلا ان انا ازاي اكسر حاجز الخوف اللي جوايا، ازاي يبقى عندي ثقه في النفس، ازاي انا لو عندي حتى مش شرط ان انا ازاي اعدي الحاجز ده وانا اكسر خوفي واعديه، لا ده بالذات في مشاكلي الشخصيه ومشاكلي في حياتي ممتعه، وبتعلي اللياقه البدنيه للجسم، بتخلي الجسم لياقته البدنيه كويسه، وبتفرغ الطاقه بطريقه كويسه برضو للجسم. عندما ترى شخصاً يطير في الهواء أو يقفز من مرتفع قد تشعر بأنه غير طبيعي أو خارقاً للعادة، لكن تفكيرك سيختلف بعد أن تعرف أن هؤلاء يمارسون رياضة الباركور. الرياضة فعلاً عليها إقبال وليها جماهير كتير جداً في مصر من الشباب ومن مختلف الأعمار، يعني مش برضه الشباب بس، في ناس كبيرة بتيجي تتمرن معانا. أنا بدأت الباركور تقريباً من سنة 2005، كان طبعاً عن طريق النت وعن طريق أفلام أكشن، شفنا عرفنا إيه الباركور، بدأنا نعمل سيرش عليها وندور إيه الباركور، وأنا بخبرتي في التربية الرياضية، أنا خريج تربية رياضية، فمن ضمن الدراسة بتاعتنا إزاي أدرس تحليل الحركة، إيه العضلات العاملة الحركة دي، إيه العضلات اللي بنستخدمها فيها، الزوايا، كل ده تساعدني إن أنا أفهم الباركور أكتر. هذه الرياضة تعتمد على اللياقة البدنية وخفة الحركة، وهي رياضة فرنسية الأصل وتعني بالعربية فن الحركة، وأول من أدخلها إلى مصر المدرب ناصر عيد منذ 5 سنوات ليتقنها أكثر من 100 شخص. طبعا اي حد بيخاف، بس هنا الكباتن بيطمنونا، بيبقوا معانا في اي حركه، بيبداوا معانا من اول الحركه خالص لغايه ما نوصل لها. يعني مره بقى لوحدك، لو انت دخلت حركه وانت مش متمكن منها هو في الحاله دي ممكن تصاب. هذه اللعبة تعتمد على فكرة الهروب بشكل سلس وماهر واجتياز المسافات بأسرع وقت ممكن، ولا يخفي أعضاء الفريق خوفهم من أن يؤدي سقوط أحدهم إلى موته أو إصابته، لكن حبهم لهذه اللعبة والتدريب المستمر يغطيان على خوفهم، خاصة إذا أبدى الجمهور إعجابه بأدائهم. يعني أحلى ما في هذه الهواية والرياضة أنها تعتمد على اللعب والقدرات البدنية، ولكن أيضا تتم في المساحات المفتوحة والطبيعية، ولازم جمع حلوة يعملوا يمارسوا هالرياضة. وحابين نسلط الضوء أكثر على هذه الرياضة، التقرير شفتوه هو تقرير صوير في مصر، ولكن ضيفنا اليوم من الإمارات، قادمة هو في الإمارات وراح يحكينا أكثر عن هذه الرياضة، خصوصياتها، قوانينها. المدرب خالد الشمسي، أهلا وسهلا فيك، خبرنا هالناس اللي شفناهم تعرفهم؟ الناس الفريق اللي في مصر نحن متواصلين معهم، نحن تقريبا متواصلين مع كل الفرق العربيه اللي موجوده في الوطن العربي حاليا. طب هون يعني عم نحكي عن فرق، مع انه اللعبه او الرياضه مثل ما شفناها هي فرديه،
هي مش فرديه مش عرفنا شو اول شيء بالاسم باركور باركور اوكي عم نحكي عن كور عن وسط الجسم الجسم الكور كور الجسم اساس الجسم كيف بدت وكيف تحرك مثلا الموازنه كلها من الكور اوكي وتعريف الباركور هو كيف تخطط للعقوبات اللي قدامك مثلا انت في نقطه تبغى تنتقل لنقطه ثانيه مهما كانت الحواجز اللي قدامك تبغى تستوزها كيف من اساسيات الباركور فالباركور هي بدت كفن هي اصلها فن يسمونه فن الحركه ثم تدرجت على تحت مظلتين باركور والفري رانينج او الجري الحر الباركور هو بس تخط الحجزات باسرع وقت وبانسيابيه معينه اما الجري الحر هي الحركات البهلوانيه اللي تشوفونها في التلفزيونات في الدعايات في الافلام تشوفون افلام سينمائيه هذا اغلبيتها فري رانينج لان هذا اللي يطلبونه الجمهور انه يشوفونه انت كيف تعرفت على هالرياضه؟ انا بديت الرياضه عن طريق مشاهده فيديوهات في اليوتيوب اكيد كاي شاب يعني امتى؟ تقريبا 4 سنوات اوكي شفت الفيديو على اليوتيوب كان معي صاحبي أوكي. كنا نبغى نجرب رياضه جديده أوكي. كنا ما نعرف شو نسوي شفناها وقلنا حلو اوكي بحثنا أوكي. شوي هي قد ايه عمرها تقريبا رياضه؟ هي بدت تقريبا في الثمانينات وهلا عم تنتشر في العالم العربي تنتشر بشكل كبير في العالم العربي شو سبب او لك الناس هيك بدت ترفع على حالها وتعطي احساس بال صح اكيد هو شيء جديد تحدي قوه فكل واحد بيلجأ لها وطريقه ثانيه لترجع لياقتك الجسديه اوكي وثاني شيء مثل ما نحب نقول للناس اللي يمارسونها هي مش بس اللياقه الجسديه لكن حتى اللياقه الذهنيه تركيز فما نعم. اكيد وحسابات تتعلم كيف تتناسق مع حركات جسمك وتفكيرك في الذهن انت يوم تركض كيف بتفكر بالحركه اللي بتسويها فهي اغلبيه الوقت هي ذهنيه اكثر من جسديه فلازم تكون مهيئ ذهنيا عشان تؤدي الحركه اللي بتسويها نعم طب هون عارفه كيف تتقلب الشغله من لعبه من هوايه لاحتراف لرياضه حاليا في اوروبا في شهايد معترفه انت تروح هناك وتتدرب عندهم في كورس معين تاخذه عقب يعطونك شهاده في درجات طبعا اكيد عندكم مدرب فقط ان تكون متعلم تعرف الاساسيات وفي في في شهاده الادفانس ان انت تقدر تبدا شغلك في الباركور يعني تقدر تخاطب جهات معينه مثل من ثم هم بياسسون لك مكان معين ما تقوم فيها تدريباتك هذا الشيء اللي عملته حضرتك ونحن حاليا الحين قاعدين نبني عمارنا اوكي لما نوصل هالمرحله فحاليا عروضات صغيره نحن نقوم فيها في انحاء الدوله ومن ثم ان شاء الله نحاول نخاطب الناس يتقبلون الرياضه اكثر انا عم فكر بي كيف تتحول مثلا لما يكون طفل اجمالا اغلب الاطفال بيكون خاصه اللي عندهم حركه زياده عن اللزوم بينطوا وبيطلعوا وبيتسلقوا وبتخاف عليهم يصير لهم مكروه يعني اذا وقعوا او شيء كيف بصير الولد من هاي الحركات العفوائيه العشوائيه ايضا تصير رياضه فيها قوانين وفيها منظومه يعني رياضيه كيف بنسجلوا في نوادي في وشو قوانين هاللعبه غير التسلق والتحدي يعني مربوطين باكيد ب قوانين اللعبة هو أي واحد جديد بيمارس اللعبة عندنا نحن فريقنا أتكلم عن فريقنا في إمارات الباركور أول شيء أقعد معهم أهيئة ذهنيا أقول له شو بتواجه وليش أنت أصلا تبى تمارس اللعبة هل أنت بتمارسها بس عشان توري الناس أن تعرف تسوي هالحركة ولا أنت بتأخذ هالأسلوب وبتدخلها في حياتك اليومية واي واحد يمارس اللعبه تقريبا نحن نقول انه يرجع لطفولته طبعا مثلا واحد كبر يقول واحد كبر يقول لا انا ما حامل الحركات ما بسوي الحركه ليش انط من فوق جدار واخذ طريق ثاني بروح الدرع ناس مسوين الدرع عشان اطلع عليه خالد قبل ما يدهمنا الوقت بس انتم وين راح تكونوا موجودين وين عم تكونوا موجودين اسبوعيا نحن اسبوعين كل جمعه نكون موجودين على الكورنيش مقابل برج بينونه على جهه الكورنيش جهه البحر اي ساعه من الساعه 4 تقريبا لغايه 7 اوكي
طب كيف بيعرفوكم العالم؟ في عندكم عندنا موقع رسمي uaparkour.com اوكي، وعندنا صفحه في الفيسبوك وصفحه في التويتر، نحن موجودين ومتواصلين، ممكن ينبشوا ويلاقيكم وياخذوا كل المعلومات. حمست فرح انت؟ انا حاسه اذا ضيعنا روني بالويكند رح نلاقيه، يعني عرفنا وين حنلاقيه. ومثل ما قال شغله خالد كثير مهمه، انه واحد بتعرف على رياضه جديده واكيد بيمارس رياضات، ولكن هلا بدها شويه بنيه قويه او يمكن لياقه دعايه اكثر والناس تعرف اكثر على الرياضه. في اساسيات لازم يجي ويتعلمها ويتعلم اللياقة الصحيحة عشان ينفذ الرياضة. خلاص نحن معكم. شكرا خالد شمسي على هالرياضة اللي احنا ما كنا بنعرفها صراحة وتعرفنا عليها. فاصل قصير ونعود، خليكم معنا وعلى المواد. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين في على الموعد. نتوقف هذه المرة مع سيارة الأسبوع، وقد اخترنا لكم سيارة من نوع هيونداي، بس مش عارف شو الموديل، يمكن حنشوفها بعد في التقرير، لمعرفة اللمسة السحرية اللي فيها والتطورات الخصوصية والجمالية من ناحية الشكل واللون والتقنية الموجودة في هذه السيارة بالذات. يمكن الصانع الكوري صار أصبح منافس قوي على مستوى صناعة السيارات على مستوى العالم. نشوف هذا التقرير من سيارة من نوع هيونداي وبنرجع لكم نعلق على هذه السيارة. اللكجري سيجمنت في الهيونداي او الفئه المميزه او الفاخره زي ما بيسموها بتتكون من موديلين، موديل الجينيسيس وهو الموديل السياره الفوق متوسطه، الموديل الثاني اللي هو السنتينيال، ده التوب اوف ذا لكجري لاين عندنا. السياره السنتينيال زي ما قلت بتنافس في شريحه السيارات اللكجري توب لكجري. السنتينيال 4.6 لتر 360 حصان، 362 حصان، فيها كل الاوبشنز اللي موجوده في مسيرتها بالنسبه للبي ام دبليو والمرسيدس والاودي. السعر هرجع تاني للسعر، السعر مسيرتها يعتبر اولموست دبل السعر بتاعها. السنتينيال في حاجه اضافيه ان انت بتتحكم في الكراسي الخلفيه بالكهرباء بالكامل، زائد ان الكرسي الخلفي ناحيه اليمين بتقدر انك عن طريق ريموت كنترول بتحرك الكرسي، بيتحول ريكلاينر، بيتحول زي كرسي الفيرست كلاس في الطيارات. اذا عندك لونج ديستانس تريب عاملها، مسافر ابو ظبي في الفتره دي عايز تستريح شويه، فالكرسي بيتفرد اولموست بيبقى زي السرير. بالاضافه لان هي فيها برضو ريموت كنترول مساجر حوالي 8 او 12 بوزيشنز، ف فيها تاتشات اعتقد ان هي اوفر اند اباف اللي ممكن يحتاجه اي شخص بالنسبه يحتاج ان يشوفه في لكجري كار. الباك رايت سيت اللي هو بيقعد فيها دايما الكلاينت او صاحب السياره لو هو بيستخدم السياره عن طريق سائق او شوفير، في جزء ورا فيها اللي هي الاكزيكتيف تيبل اللي هو بيفتحها بيقدر يحط عليها اللابتوب. العربيه فيها اول كايند اوف كونكشنز بالنسبه لكل اللي بيسموها الهاي تك تولز او الهاي تك او الهاي تكنولوجي كوميونيكيشن تولز، يعني هي فيها بلوتوث، فيها كونكشن للايبود والايباد، فيها كونكشن لليو اس بي. الناس بطلت خلاص انها تبقى ماشيه بالكاسيت او ماشيه بالسي دي عشان يسمع المزيكا، هو يو اس بي بيبقى موجود عليه 4000 5000 اغنيه. الجينيسيس والسنتينيال فيها يو اس بي كونكشن، تحط فيها اليو اس بي فيها المزيكا بتاعتك كلها، فاي دونت نيد ان انت تشيل سي ديز اني مور او كاسيتات اني مور. التارجت جروب بتاع السيارات الحقيقه في اقبال جيد من اللوكلز،
في 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 الإمارات، خاصة في دبي وفي أبو ظبي. في إقبال جيد من رجال الأعمال، في إقبال جيد من شركات إيجار السيارات. حلو فعلا التنافس بعالم السيارات ولا لا؟ فالسياره فعلا هي بيت متنقل بنقضي فيه او بنضل فيه يمكن اكثر من الساعات اللي بنضل فيها بالبيت، وخاصه للناس اللي بيشتغلوا بابو ظبي وبيروحوا وبيشتغلوا بدبي او بالعكس. صحيح، يعني كل هالامور صرنا نعرف قد ايه هي مهمه. وهلا سياره هيونداي مثل ما شفنا بالتقرير بتوفر فعلا الجو المريح والجو الرفاهيه الحقيقة. أنا اللي بيلفتني كل مرة كل ما بنحكي سيارات بيصير حديث جانبي بالستوديو، كل الكاميرا مانية وكل الفريق بيحكوا شو بيحمس طبعاً. الرجل موضوع السيارات مش طبيعي. السيارة حلوة يعني هي حلوة بس شو بيهتموا بيصير كله هيك. أنا بتطلع إنه شو فيه بعدين بتذكر إنه سيارة. بس يا ترى هل المستهلك عنده استعداد يدفع مثلا $70,000 لسيارة من صناعة كورية؟ يعني كوريا الآن صاروا من البلدان اللي صار عندها تفوق في موضوع تكنولوجيا السيارات، بس هل أنا ممكن أدفع 70,000 ولا أشتري سيارة يابانية مرسيدس أو بي أم $100,000؟ هذا هو السؤال. لكن نشوف لا فعلا في كثير عالم بليون صراحة عم بيتحمسوا ويشتروا. وحتى الشغلة بما أنه عم نحكي عن هيونداي هلا، أنه في كثير ناس بتطلع على الشكل بتستغرب شوي السيارة، وتتقرب بتعرف هيونداي تحس أنه صار فيها نوع من الألف أكثر من ناحية الشكل. حلوة يعني مش قاتلة أبدا. نعم حلو. حتى كمل حديث عن السيارات عن الفرح. أنا راح أحكي شوي أجندة وشو عنا أخبار لهالأيام. للمهتمين بعالم تطوير العقارات والمشاريع السكنية، فإن معرض سيتيسكيب أبو ظبي 2012 تستمر فعاليته في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض حتى 25 من الشهر الجاري. أيضا ينطلق معرض ومؤتمر التقنية المالية للشرق الأوسط مفتك في دورته 8 الحدث العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا المالية بالنسبة للأسواق الناشئة، وينطلق هذا الحدث غدا 25 أفريل من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. حدث آخر أيضا، ينطلق معرض وملتقى الرياض للعقارات والتطوير العمراني يوم 29 أفريل الجاري تحت رعاية وزير الإسكان. وفي هذه الدورة ستكون الدورة الأكبر لهذا العام من حيث حجم المشاركة وتنوعها، والتي تشكل تجمع عقاري واستثماري يعزز مكانة ودور المعرض المعروف كل عام في خدمة شركات القطاع العقاري وأعمالها ومشاريعها وبرامجها الجديدة. في رياضة كانت في قصص تانية كمان. يلا ما احنا كل مرة بنقول في كمان. هلا مثلا كنا عم نحكي مع خالد انه في كمان يروحوا على الكورنيش يعملوا هذه الرياضية اللي حكينا عنها. مزبوط، هذه الشغلة كمان كثير حلوة. في مين زاقوا دبي فيهم يضلوا هون في صحار. ولا تنسى المسيرة اللي اقيمت اليوم بمناسبة حصول نادي الجزيرة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة. في مسيرة اظن بدأت المسيرة اوريدي وموجودة الان في الكورنيش، واجواء احتفالية وباص مكشوف ولعيبة، ويعني أجواء يعني من أروع ما يكون. أنا وصلني بالتويتر أن الأجواء في كورنيش أبو ظبي أجواء رائعة، نتمنى الكل أن يشارك، وهي فرحة الإمارات ككل طبعا. هلا نحن في مباراة عشية، فرح بدك تروح تحضر الماتش، ممنوع تضلي كده. يا عيروني الماتش بدي شو القيمة يعني؟ حسيتك مركز من أول حلقة، خبرني فهمني. لا خليني أقول شغلة، أنا مثلا بلبنان هلا بتلاقي كل أصحابك مثلا ببلشوا تزريك، يعني كيف إذا واحد عن جد عم بيلعب؟ ويمكن إذا نحن فرق بلداننا عم تلعب بطولات آسيوية أو عربية، أنا أكيد ما كنا تحمسنا مثل ما بنتحمس للدوري الأوروبي. الأحلى هي الأجواء، يعني مثلا إذا بتروح على حيالة كافيه وممنوع تتأخري لأنه ما بتلاقي ولا كرسي إلا إذا بحط لك كرسي بلا طاولة، وهذه شغلة كمان معقولة كثير إنه بتقعدي بس بتطلعي. والحلو بهيك مباريات إنه بتطلع من البيت، يعني بمعنى إنه بتطلع بتشوفي الأجواء بتطلع بتقول إف لك قد في ناس مهتمة. هلا أنت عم تخبرني عن شيء شوي بعرفه، بكأس العالم. كأس العالم أنا بصير من هول الناس اللي بيطلعوا بيروحوا على الكافيه وبيلبسوا بيعملوا شوية هيك ألوان وهي وتحماس وهيك، طبعا بيكون إجمالا تكون تونس مشاركة، فأنا انبسطت وبعد
بعدين فجاه بصير بقى في يعني صراحه يعني البارحه امس في المباراه النهائيه لاحظنا تواجد نسائي لافت بشكل ملحوظ. وين رحت وين؟ في ملعب مدينه زايد في المباراه النهائيه اللي صارت بين نادي الجزيره. في حضور نسائي صاروا الحين يعني صارت في اماكن مخصصه للعائلات وللسيدات يطالعون المباريات. حلو. بطريقه ممكن يستمتعوا فيها وباجواء احتفاليه. حلو. يلا بكره لك بالاجواء الاحتفاليه والمباريات الحماسيه ننتهي من حلقه اليوم من على الموعد. غدا سيكون لنا معكم لقاء باذن الله في العدد الاخير للاسبوع قبل حلقه البيست اوف. كونوا معنا الى اللقاء وعلى الموعد غدا. باي باي. في امان الله.